وكمان بدأ في دبي وفي أبو ظبي وعدد كتير كتير من الستات وعدد كتير من الأشخاص اللي عم يجوا عم يشاركوا بهالدرجة المسيحية وهالتعليم المسيحي في عالمنا بأرض عالمنا اليوم. اليوم موضوع لقائنا هو عن الإكرام المريمي والإيمان المسيحي. من وجهة نظر إيمانية رح نكون عم ناخذ معه هذا الموضوع. بنقول له أهلا وسهلا فيك ببيتك بإقبالك وإن شاء الله هالنشأة تكون مفيدة للكل. وعن جد نكون بصرف إيماننا ونكون عن جد عم نتعرف على إيماننا المسيحي بطريقة صحيحة ومثل ما لازم. فأهلا وسهلا فيك أبونا رمضان. فينا نجرب الصوت نحاف سمعين هيك أنا بنحط صبر كثير صبر الكويس يلا تفضل فوت كنت عم قول بهالمقدمة اللي بدي احكيها انه مهم كثير الانسان يعرف اي نوع ايمان عنده لانه نحن مرات كثير بنفكر انه الايمان هو شيء ثانوي بحياتنا ولكن منه عم يعلم فينا فإذا كنت عم قلت إنه الإيمان بنفكر إنه هو شيء سنوي بحياتنا، إنه الإنسان مثل ما عنده زاوية اجتماعية، مثل ما عنده زاوية ثقافية، مثل ما عنده زاوية إنسانية، مثل ما عنده زاوية عائلية، زاوية رياضية، عنده بحياته زاوية إيمانية. هو بالحقيقة مش مظبوط، خاصة للي بيكون عم بيعيش حياته الإيمانية بعمقها مش بيجي على القداس من وقت للتاني لأن الحياة الروحية حياة التدينية بالإنسان هي بتتمركز بمحور حياتنا بالقلب بتتمركز بمحل بتأثر على كل شيء لكن كل شيء بحياتنا بصب اخر شيء بعلاقتنا بالله وعلاقتنا بالله بتاثر على كل حياتنا تطبعها كلياتها يمكن شوي صغيره مثل علاقه الطفل مع بيه يكون الولد بيتعلق ببيه وعلاقته ببيه بتاثر عليه بتاثر على كل شيء يعني اذا ولد عايش بعيله البي فيها غايه الولد بيطلع بلا بي كل حياته بيصير حس حاله بلا بي صح؟ وإذا كان عايش مع بي قاسي مع بي متسلط بدل كل حياته خايف إلا إذا بده يتحرر بس بدل حتى بتحرره مطبوع بهالخوف يلي هي علاقة البي وليش هالكلام عم نقوله؟ لأنه الإنسان بطبعه عنده علاقة مميزة مع شيء اسمه سلطة. ليش نحن البيت بهمنا وقت بنكون اولاد؟ لأنه بيمثل السلطة بحياتنا. بعد منا بيكبر بتصير علاقته بالأستاذ بالمعلمة بالمدير مهمة لأنها كمان سلطة. بعد منا بيكبر لك قد ما تحررنا بحياتنا من السلطة بدل اخر شيء في سلطة الله ما فينا نهرب منها. مشان هيك علاقة الإنسان مع الله
مهم لكل زوايا حياتكم، بتأثر على كل زوايا حياتنا، بتطبع كل زوايا حياتنا. وهذا اللي كنت أنا عم بقوله كثير مهم، إنه ضروري الإنسان يعرف مع أي إله عم يتعامل وأي نوع علاقة بده يبني مع الله. مشان هيك دائما نحن بنقول باللي بيتابعوني يعرفوا إنه الأساس بالتعليم يلي أنا بعطيه وبالبشارة يلي أنا بعطيها هي التمييز بين التدين الوثني، التدين الطبيعي يلي هو وثني آخر شيء، وبين الإيمان. يعني إذا بدكم بين صورة الله مثل ما تخلق فينا بطريقة طبيعية، وبين صورة الله يلي كشف لنا إياها يسوع المسيح. أول ما بلشت أحكي عن هذا الموضوع، وأكيد واصلين لكم كثير فيديوهات وانتقادات إني أنا مهرطي وإني أنا برات الكنيسة، لأنه الناس مرات كثير ما فهموا، وفي ناس مثل كأنه ما بدهم يفهموا، لأنه مرات كثير في أمور منتنشأ عليها منعيشها منتجذر فيها صعب نطلع منها، ما بنحب كثير نطلع منها بسهولة. ليش أنا عم أقول إنه التدين الطبيعي هو وثني؟ إذا منطلع ومنشوف الإنسان والشعوب كلها قبل يسوع المسيح، قبل ما الله يكشف لنا عن ذاته بيسوع المسيح، أو من قبل ما يبلش يهيئ لهالكشف هيدا، من إبراهيم لإسحاق ليعقوب لموسى للأنبياء كلياتهم، الإنسان كيف تعامل مع الله؟ بطريقة وثنية. يعني طبيعيا الإنسان اللي يتعامل مع الله بطريقة وثنية، يعني التدين الطبيعي يلي يخدم مع الإنسان يلي يظهر مع الإنسان هو الوثنية. والوثنية اللي عدة أشكال، إذا فينا نطلع ونشوف في كتير أشكال وثنية. في الوثنية اليونانية، في الوثنية الفينيقية، في الوثنية الفراعنة، في كتير أنواع وثنية. بس إذا بنطلع ونشوف آخر شيء بالعمق كلهم يشبهوا بعض، كلهم صورة مشوهة عن إله عقياس الإنسان. شو الفرق بين التدين الطبيعي والإيمان المسيحي؟ إنه التدين الطبيعي هو إني أخلق إله أنا أعمله يكون بيشبه إنسانيتي المريضة، يكون بيشبه أو يجاوب على حاجاتي يلي موجودين بهالدنيا. إذا بنطلع ومنشوف شو هني حاجات الإنسان الأساسية، شو هي مشكلة الإنسان الأساسية يلي بتخلق معنا واللي بدنا إنه الله يعطي جواب لإله؟ إيه؟ المرض، الوجع، العذاب، الموت، المشاكل، الصعوبات، الظلم. منخلق إله بدنا إياه يحل لنا هالمشاكل هودي. مشان هيك بالوثنية منلاقي دائما الإنسان بيتعامل مع الله بطريقة تجارة. يعني شو بدي أعمل لك تتعطيني، كيف بدي أرضيك تتحميني، كيف بدي شو بدي أقدم لك لحتى تعفيني، لحتى تدافع عني، لحتى تحامي عني. والحلو إنه بنعمل الله يعني على قياسنا، بنعمل الله حسب الظروف. مشان هيك بالوثنية كان في تخصصات للآلهة، كان في على رأس الجبال، على رأس الجبل إله، كان كل واحد مخصص بشيء. يعني إذا أنا عندي حرب في إله الحرب، إذا أنا بدي أجيب أولاد ما عارفين أجيب أولاد في إله الخصب، إذا أنا عندي صفقة تجارية في إله التجارة، إذا أنا حلوة وبدي أضبط جمالي تأتجوز في إلهة الجمال. دائما كانت بالوثنية في الإله يلي بيشبه حاجاتي، بيشبه طموحاتي، بيشبه يلي أنا بدي. ودائما كان الله يكون إذا بدكم صورة عن حاجات الإنسان المريضة،
عن حاجات الإنسان. يعني لما بدنا إله حرب كيف يكون بدنا إياها الإله؟ متسامح. إله الحرب كيف لازم يكون؟ حامل سيف مثل مارليس. تذكروا بأيام الحرب عندنا بلبنان مين كان أشهر قديس؟ مارليس حامل السيف ونازل تقطيش روس. بدنا إياه يقطش روس لأنه بالحرب يعني ما بيقطش روس بتروح عليه إلا بتاكل زئبان أكلتك الذئاب. إذا بدنا إله الجمال ما فيها تكون بشعة أو تكون مكرنشي بدها تكون حلوة عاملة بوتوكس وناعمة. ليش؟ لأنه كل إله لازم يكون ما بيعمل معنا. هلا إخوتي لما إجا يسوع على هالدنيا شقلب كل مفهومنا عن الله. إذا بدكم لما يسوع قال انقضوا هذا الهيكل وانا ابنيه في 3 ايام وكان يعني هيكل جسده. يسوع بهالجملة هيدي كان عم بيعبر عن رغبته بانه بده يهدم كل التدين الطبيعي. سامعين ولا مش سامعين؟ في صدى بعرف بس سامعين ولا مش مسموع؟ جيبوا لك الكراسي واربع اطراف هيك شوي. هلا بلشت تسمعوا احسن؟ احسن هيك؟ ايه. فاذا كنت عم بقول انا انه لما اجى يسوع وقال انقضوا هذا الهيكل وانا ابنيه في 3 ايام وبقلنا الانجيل كان يعني هيكل جسده. يعني يسوع مثل كانه عم يقول انا جايب على الدنيا هيكل جديد هو انا. أنا يسوع هو الهيكل الجديد. ونحن بنعرف أنه الهيكل هو مكان تواصل الإنسان مع الله، مكان علاقة الإنسان بالله. يعني بالوثنية كان الهيكل محل ما يقدموا الذبائح، محل ما الإنسان يتواصل فيها مع الله، يودي لله الكادويات، يبعث له البخور، يبعث له الذبائح، محل ما الإنسان يحس أنه الله حاضر هون، محل ما كان في اللقاء. حتى بالعهد القديم الهيكل يلي تعمر بأورشليم كان امتداد لشوف؟ كان امتداد لخيمة الموعد يلي كانت مع شعب إسرائيل بالصحراء. لما إجا الله قال له الوقت بدكم تتلاقوا فيه في محل أنا عطيكم في موعد لحتى تجوا تحكوني واسمع لكم. يسوع إجا قال من هاللحظة وبالطالع صار مكان لقاء الإنسان بالله هو أنا. جسدي، جسدي يعني الكنيسة. لكو هيدي المبنى يلي هون ليش منسميه كنيسة؟ مش لأنه حجاره غير عن حجار بيوتنا. ليش هالمبنى اسمه كنيسة؟ لأنه نحن الكنيسة، نحن الكنيسة نجتمع فيه. كنيسة مهجورة ما فيها مؤمنين بطل كنيسة، لأنه يلي بيعمل الكنيسة هو جسد يسوع السري. يعني صارت الكنيسة مكان لقاء الإنسان بالله. يسوع هو يلي حاضر بالكنيسة، هو رأس الكنيسة ونحن أعضاؤه. إجا عم يقول اليوم لقاء الإنسان بالله هو اللقاء حي، مش لقاء مع إله مخبى، مش لقاء مع إله بدي فتش عليه، مش لقاء مع إله ما بعرف أمتين بيسمع وأمتين ما بيسمع. أنا مدعو بيسوع إني أعمل لقاء مع إله حاضر، إله بي
الفرق يلي جابوا يسوع على الأرض هو إنه كشف لنا إنه الله بي. ويمكن بالشكل نقول ما في كتير ديانات وثنية كان في الله البي، كان في إله يسموه الإله البي، ولكن مش مثل ما كشف لنا يا يسوع المسيح. يسوع كشف لنا عن صورة البي السماوي يلي هي صورة كيف لازم يكون البي الأرضي. كشف لنا عن صورة بي بيحبنا، بيحبنا أقصى درجات الحب، بيحبنا ببلاش، بيحبنا بدون مقابل، بيحبنا مش تيستفيد هو من حبنا لإله، بيحبنا لأنه بده يعطينا حياته يلي هي الحياة الحقيقية. إله بي بيحبنا مثل كيف لازم البي يحبنا. ولكن المشكلة شو هي إخوتي؟ ليش مرات كتيرة ما منفهم على يسوع؟ ليش مرات كتير ما منفهم على عمر؟ ليش مرات كتير ما منفهم على الإنجيل؟ ليش بعد 2000 سنة منحس إنه بمحلات كتير رجع التدين الطبيعي فات على الإيمان المسيحي وشوهوا سمموا؟ ليش كل فترة الكنيسة بتحس حالها بحاجة إلى أن تنفض غبرة التدين عنا، غبرة الوثنية؟ ليش ما كتير نتطلع بممارسات، نتطلع بأفكار، نتطلع بقصص بالحياة المسيحية نقول اف هاي وثنية هاي؟ ليش؟ لأنه الإنسان عنده صورة مشوهة عن بيه. ليكو إذا نتطلع بعقليتنا، عقليتنا العادية، من هو البي بالبيت؟ إيه؟ صاحب القرارات. بس مرات كثيرة نحن منفكر إنه البي هو صاحب القرارات العشوائية الصارمة الظالمة. ليكو هيدا منو بس كتار بيقولوا لي هيدي عقليتنا الشرقية اللي هي عقلية بطريركية، يعني ذكورية، انه الرجال هو. ليكو هيدي في إلا جذور أعمى. أنا بحس انه جذورها بتجي من بداية الطفولة لما الإنسان بيفوت بعقدة أديب. ليكو الولد أول ما بيولد، أول ما بيخلق بيحددي مع مين بتكون علاقته الأساسية؟ مع أمه. بيكون هو وأمه واحد. ليش؟ بيرضع منا، بينام على حضنا، معود على صوته، معود على دقات قلبه. وفجأة بيظهر هالشخص الغريب الرجال يلي بيقول له للولد ستوب. ايه؟ هيدي مرتي. ايه؟ ممنوع الشراكة. ممنوع الشراكة، هيدي لإلي. ليكو نحن عنا نظرة عن البي دايما إنه شخص قاسي، إنه شخص بياخد قرارات، إنه شخص ما بيفهمنا على طول، إنه شخص مسكر بينا، إنه اللي بيقرره بده يمشي بلا مناقشة. وبتظهر دائما بقلبنا صورة مين؟ صورة الأم يلي بدها تحنن له قلبه، مش هيك؟ يلي إذا أنا بدي روح على شي سهرة وأتأخر وبيقول لي ممنوع تتأخر لازم ترجع على الوقت، بس إنه كل أصحابي سهرانين وكلهم رح يتأخر وأنا رح أطلع مثل البهدلة بدي أرجع بكير، ولو ماما بليز احكي مع البابا، خليه يمرق لي إياها هالمرة. فجأة بتغير القرار. ليش؟ لأنه هي تدخلت، هي تدخلت وحننت له قلبه. وإذا بدكم
هلا اليوم يمكن تطورت الامور شوي، اليوم بالبسيكولوجي غير شوي المفهوم حتى بين الرجال والمرأة، بس ولكن قديما كان الرجال دكتاتور. ليش؟ لانه بطبيعته الرجل اقوى من المرأة، بتكوينه الجسدي عنده عضلات اكثر من المرأة، يعني قادر يكون عنده سلطة معينة، وهذا دوره. ودائما بنحس انه قدام هالبي البعيد، قدام هالبي القاسي، قدام هالبي الغير مهتم لمشاعرنا، عشان هيك منحط المشاعر بالام، نقول اكيد بي بده صالحي، اكيد بي عم يفكر كرمالي، اكيد بي عم بيعيشني، بس المشكله انه ما بيفهم بي. ما بيفهم عواطفي، ما بيفهم حاجاتي، ما بيفهم شو انا بحس. دائما منحس حالنا بحاجة إلى صورة هذه المرأة الحنونة يلي بتفهمنا، يلي بتفهم عواطفنا، يلي بتفهم حاجاتنا، يلي دائما بتحاول شو تعمل؟ تقرب وجهات النظر، تحنن له قلبه علينا وتساعدنا نتقرب منه، وسؤالة تاخذ لنا طلباتنا وتجيب اجوبه بوزيتيف، اجوبه ايجابيه، انه اذا معند ومجقر هي بتعرف بتلاقي طريقه كيف تمشي الحال وتحنن له قلبه. مشان هيك اخوتي بالوثنيه يلي كانت مثل ما قلت هي نكب على الله صوره مشاكلنا، دائما كان في صوره الاله القاسي، الإله الجبار، الإله الحكم، الإله العادل، ودائما كان في صورة الإله الأم يلي بدها شو تعمل؟ تحنن له قلبه، يلي بدها تكون وسيطة بيننا وبينه لحتى تحنن له قلبه علينا وتجملنا الأمور يلي نحن إذا طلبناها لحالنا ما بيمشي الحال. ليش؟ لأنه هي عندها دليل عليه، عندها سلطة عليه. اليوم اخوتي ما رح طول كثير المقدمه. اذا جينا اخذنا مريم العذراء بعقليتنا اذا بدكم الطبيعيه، كيف بنشوف العذراء؟ لكن في كثير ناس بيقولوا لي انا يسوع ما بعرف صلي له، انا بصلي للعذراء وهي بس فهيميه. مرات كثير نحس حالنا أن أفع صلي ليسوع، بحس يعني بحبه كل شيء وكل بدكني، بس بحس إنه بعيد، إنه في شيء ناقص، بس أقعد قدام العذراء فظاعة، بحس بعواطف غريبة. وهيدا أخوتي هو المشكلة بتكريمنا لمريم العذراء. هيدي المشكلة الأساسية بتكريمنا لمريم العذراء، إنه مرات كثير مننسى صورة مريم مثل ما عطانا إياها الإنجيل، ومنلبس مريم صورة الإله الأم التلين الطبيعي. من لبسها صورة يلي بدها تحنن له قلبه، صورة يلي بدها توسط لنا بيننا وبينه، صورة يلي بتفهمنا وبتحن علينا وعطوفي وحنوني وملجانا. كثير تراتيلنا مجبولين بهالصورة هيدي المحامية. مش انا هيك ناخذ، معلش حتى لو انتم بتعرفوني اني انا شوي تقيل الدم، فكنتوا تتحملوني اليوم، بدنا نكسر شوي صديقة نجم عمر، لأنا بدي أقول شغله، إذا عم حاول كسر هالصورة الوثنية لمريم، بدي بعد شوي نجم عمر الصورة الإيمانية لمريم اللي هي أجمل بكثير من الصورة الوثنية. إذا بدي أجي أقول العذراء هي محاميتنا، الإنسان بده محامي إذا فيه قاضي. محاميتنا قدام مين؟ لا
لكن بس نقول عبر محاميتنا شو بيطلع عنا؟ انه في ماضي ظالم ناطرني على غلطة لحتى يضربني لحتى يقصصني لحتى يبديني على نار جهنم. وفي مين؟ مرة سمعت وعظة رجفت لي شعر بدن. قال اجا الله هون نهار فتح باب السماء. ليه كثير عالم فاتوا على السماء وهو مش مفوتون؟ تعرفوا هاي الخبرية وعظة يعني الحقيقة شي بيشرف. ايه؟ قال اجا الله قال يتفقد قال له فلان وفلان 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 هل ما خرجتونه بالسماء؟ قال له مرته فين؟ انا ما فوتته كيف فاتوا؟ قال العذراء دندنت المسبحة من الشباك وفوتتهم سرقة خوربة. طلعوا شوفوا نحن بهالطريقة عم نجمع صورة العذراء الزعبرجية واللي فاتحة دكانة على حسابها واللي عندها طريق خاصة للسما ما بتمرق بيسوع. كارثة. ما بعرف إذا عم تفهموني. هودي يلي ما فهموا شيء من صلاة المسبحة. لأن المسبحة ما نسلم على السما برات يسوع برات الله. ما بعرف إذا عم تفهموني. يعني عم نجمل صورة العذراء بس بالنهاية شو عم نعمل؟ عم نطلب صورة الله. يعني العذراء بدها تفوتني وهو ما بده يفوتني. العذراء حنوني هو قلبه قاسي. والكارثة إخوتي لما منحط العذراء ويسوع ضد بعض. يوم اللي منحط العذراء ويسوع ضد بعضهم يعني العذراء اللي عم بتفوت الناس على السما من الشباك لأنه يسوع ما فتح لهم الباب منكون خربنا الإيمان المسيحي. يسوع بيقول كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب. ومش من زمان أنا مبسوط كتير إنه كل مرة بحس حالي بأزمة البابا فرانسيس بيساعدني بس كأنه بيعرف إنه شو بدنا. ب12 أيار لما كان بفاطمة 12 أيار الماضي بليلة عيد سيدة فاطمة البابا فرانسيس عمل وعظة لازم تروحوا تقروها من أجمل من قال عن مريم العذراء. وبيقول لك اسمعوا شو بيقول. بيقول نحن اليوم حجاج حجاج إلى يسوع مع مريم. أول نقطة عن يقول مريم من الهدف. لكل اللي بيوصل عند العذراء إذا ما كفى مع لعند يسوع اكتبه. هلأ إذا حدا كمشني على هالجملة وعم تنقلوها مباشرة بيقولوا بالرمزي بيقول إنه العذراء ما بتاخدنا لعند يسوع. لك المشكلة إنه العذراء بس نصلى هي دغري بتاخدنا لعند يسوع. المشكلة مرات كتير شو وين بتكون؟ بتكون فينا نحن يلا خلينا عندك ما تاخدنا لعنده. لأنه مرات كتير بدل ما نخلي العذراء تمشينا محل ما هي بدها شو بنعمل نحن؟ منمشيها مثل ما نحن. لكن ناخد صلاة المسبحة منحولها إلى صلاة مسائية ومنقلنا أعطينا أنت جبيلنا أنت. لكم دي لكم شغل. البابا قال عن مريم العذراء إن منا مكتب ساعي بريد منا اللي بان بوست سما بوست. شو يعني؟ يعني العذراء عم تسمعوني وراء هم كتير هيدي. يعني العذراء لا بتطلع مكافين ولا بتجيب غراض. مش هيك؟ لا بتطلع صلوات ولا بتجيب نعم. لا بتاخد مراسيل ولا بتجيب عجايب. شو بتعمل العذراء لكن؟ قال إذا نحن حجاج مع مريم ليسوع معناته العذراء بتطلع لعند يسوع شخص واحد. مين؟ أنا.
العذراء ما بتقلي اعطيني صلواتك توصل له اياه، شو بتعمل؟ بتقلي مشي معي، مشي اطلع معي لعنده. وبتعرفوا ليش؟ لانه العذراء بتعرف انه خلاصي انا، خلاص خلاصكم انتم، خلاص اللي عم يسمعونا كمان على الفيسبوك. العذراء بتعرف انه ما إلنا خلاص بدون اللقاء مع يسوع المسيح. اخوتي، السماء منا محل بفوت عليه، السماء هي بقلب يسوع، السماء هي حالة الإنسان يلي اكتشف هالحب، السماء هي حالة الإنسان يلي عرف إنه عنده بيانات بحبه، قال هكذا أحب الله العالم حتى أنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يخلق كل من يؤمن. يعني السماء لما اكتشف انه عندي بي هالقد بيحبني انه مستعد يضحي باغلى شيء عنده، كرمال انا اتعرف عليه وادخل لقلبه بحبه. فاذا العذراء ما فيها تخلق سما تاني، ما فيها تخلق سما برات علاقتي بحب الله، ما في سما تاني، ما في محل تاني الانسان بيلاقي فيه سعادته الا وين؟ لما بتلاقى بهالحب بحب الله. وهون اخوتي النقطة يلي بتغير كل شيء. والبابا فرانسيس لما قال نحن حجاج مع مريم إلى يسوع، بيسأل أي مريم نحن بدنا؟ وبيعدد ثلاث صفات لمريم سلبية. شو يعني؟ يعني الصفات الثلاثة تبع مريم المشوهة، تبع مريم التدين الطبيعي، تبع مريم بنظرة وثنية. بيقول أول وحدة بدنا الإمرأة سوبر وومن، سوبر ستار، المرأة يلي بسميها إيرجنجيبل، يعني يلي هي فوق البشر، فوق البشر. أول شغلة خطرة بالإيمان المريمي هي إنه نعلي العذراء تصير فوق البشر. وقال إذا صارت فوق البشر يعني ما بقى فيني يتشبه فيها. يوم اللي بحس إنه أنا العذراء ما فيني يتشبه فيها، ضيعت اللاهوت المريمي، ما بقى لها دور بحياتي، ما بقى لها دور بالإيمان. إذا العذراء فيني يتشبه فيها كيف؟ ليك هو اللي بينطبق على العذراء بينطبق على كل اللي بيسينها. يوم اللي بحس حالي إنه مار شربل أنا ما فيني أكون مثله، ما بقى له دور مار شربل إلا إنه يعمل عجائب ويعمل عمليات بس، بطل له دور بإيماني. يوم اللي وحدي عندها مشاكل مع جوزة وبقول لها ايه بس سانتريتا لما حبت جوزة تابت، بتقول لي هيدي سانتريتا مش انا، يعني انا ما فيني كون مثل سانتريتا، يعني خلينا بيتها سانتريتا. قلت لها بس المرة تقول هيدي سانتريتا مش انا، يعني حطت سانتريتا برات مشوار قداسي، يعني ما بقى فيني اتشبه فيها، يعني كبيت العذراء برات ايماني، كبيت سانتريتا برات ايماني. كيف؟ بيقول بدنا امرأة مبجلة وحلوة وعظيمة بس فوق البشر. كيف؟ بيقول بدنا امرأة تصنع لنا العجائب. بيستعمل جملة رائعة، قال بيقول بدنا المرأة يلي بتجيب لنا العجائب بسعر رخيص. انه انا اذا بدي اطلب عجيبة من يسوع صعب، بيتطلب اشياء كثير، بروح عند مريم العذراء بتعمل لي خصم.
لأنه هي بشفاعتها عنده بتأثيرها عليه بدها تمرق لي إياه. يا عذرا شو مش على الصورة؟ يعني آخر شيء العذرا فاتحة مكتب ضد الله، ضد يسوع. يعني أبشع تفسير لعرس قانا هو التفسير اللي بيقول انه يسوع ما كان بده يعمل عجيبه مع النار والعذراء جبرته. تكو منجملها صورتها ومضرب صورته وبيقول اي عذراء بده اي مرض بده يقول المرض اللي فوق البشر المبجله، المرض اللي بتجيب لي عجايب بسعر ارخص، ولا بات يلي مهدي كثير غضب الله. يا عدو هيدي الصورة الأبشع، إنه الله غضبان، الله طالع خلقه، الله بده يدين العالم على خطاياه، بده يكسر، بده يخبط، بده يهدم، بده يقاصص، بده يولع الدنيا. هي مهديت له ايده. انتبهوا هذا كلام البعض اللي عم يقول. قال تطلع العذراء حنون علينا اكثر من يلي ضحى بابنه لكي لا يهلك كل من يؤمن به. تطلع العذراء اخر شيء حنون عليه اكثر من ابن يسوع الحمل الذبيح يلي مات عني على الصليب. بس وصلنا على القلب قال ما في شيطان، بس نوصل على الجوهر الا ما بيصير شيء لهينا، رح نرجع فوق بالجوهر. فاذا الله ايده ضباني والعذراء مهديت له ايده، شو بيصير عنا اذا بتطلع مظبوط؟ صار عنا صراع بين يسوع الله ومريم. يعني هو عم بشد نزول وهي عم بتشد طلول. والبابا فرانسيس بيقول كون ثلاث صفات منن مريم يلي بالانجيل. هولي ما بيشبهوا مريم العذراء، هولي نحن لبصناهم بالعذراء، نحن لزقناهم على العذراء، نحن عطيناهم العذراء. واوعى تفكروا إذا هودي منه صفات العذراء، اوعى تفكروا إن العذراء بتنبسط فيه. العذراء ذكية، عذراء ست الستات، العذراء مثل ما بيسميها البطرك الدويهي ست النساء، ست الستات. المرأة الواقفة على إجريها تحت الصليب ما بدها هيدا الدور بحياتها، ولا بتنبسط فيه ولا بتسعاله ولا بتشجعنا لقل. وكتار بس احكي هالكلام بيقولوا بير رمزي ما بيأمن بالعذراء، بير رمزي ما بيحب العذراء. دلكم شغلي ما بتصور في حدا في زايد علي بمحبتي لمريم العذراء. مش هون النقطة، مش عم نشارع مين بيحب أكتر، نحن عم نتناقش إذا هيدي الصورة يلي عم نتعامل معها لمريم العذراء هي الصورة الحقيقية يلي مريم بدها إياها. ليكو لو العذراء بقانا بدها تلعب هيدا الدور شو كانت عملت؟ كانت راحت لعند يسوع قالت له غصبا عنك بدك تحول المي، وكانت جابت الخدم وقالت له عبوا. مش هيك؟ ما سمعت؟ وإلا ما في لك نومي بأصلا في تارك البيت المعتر، ما تقتلها. كانت قالت له ديعان التسع أشهر اللي حملتك فيه، مش هيك أماتنا مرات بيقولوا لنا بيركبونا جميلة؟ ديعان هالتربية العاطلة.
لك ودي أكون شغلة. مريم إقانة فهمت شغلة واحدة، إنه الإنسان ما بيلاقي حل لحياته إلا ما يوصل ليسوع ويطيع يسوع. لما قالت لهم افعلوا كل ما يقول لكم، تأكدوا لا كانت عارفة هو شو بده يعمل، ولا كانت عارفة إذا هني لح يروحوا لعنده ولا لا. فتحت الباب من ميلة يسوع ودفشت الخدم لعند يسوع، ولما راحوا الخدم لعند يسوع شو عملت العذراء؟ تهدور. شو حلو هالصورة، لما الإنسان يتلاقى بيسوع العذراء بتزيح بفرح، لأنه فرح قلبه بتشوفني أنا عم بتلاقى بإلهها ومخلصها وثمرة أحشائها يلي صار هو سر سعادته. أكد لكم شغلة، العذراء إذا بتحبنا فعلا عندها شغلة وحدة تعطينا إياها يسوع. وأنا بحب كثير صوت العذراء يلي عم بتشع نور. أي نور عم بتشع العذراء؟ نور يلي قال أنا نور العذراء، وكأنها عم بتقول ما في غيره. لك وحتى توب الكرمل، إيه معلش فيني هيك نمزح شوي، ايه قرر اجت وحدي لعندي قالت لي انا ما بشرح ثوب الكرمل. قلت لي انا ليش؟ قال لي انه العذراء واعدين يلي بيموت لابس ثوب الكرمل. اول سبت بيطلع عزا ان شاء الله بكره الجمعه عشيه. انت تصور يا ابونا لدرجه انه عامل ثوبين كرمل، واحد قماش وواحد بلاستيك. قلت له شو تريدي البلاستيك؟ كما انا واحد صيفي واحد شو. قال واحد انا عم بتحمم. هاتي عملت كنيسة قلبه مثل. انت عم تضحك. ليش عم تضحك؟ لانه هاي صورة بتضحك. تصوروا مالي انا عدل هاي. صوروا مريم العذراء اذا انا بلحظه مدت وناسي طاب الكرمل. امتى هذيك اليوم اجت عند وحده عم تتناول، والله العظيم يعني عشويه بتقولوا على البحر وظهرها من ورا لحد الشق لهون ومشبك حاطه طاب الكرمل. لك ودي اكون شغله، طاب الكرمل منه شعوذه والقديسين لبسوه مثله مثل اللي دايما يركبها مثل يقول العجائبية. إذا ما كان طوب الكرمل أخوتي رمز ووسيلة إيمان، بيصير مثله مثل خيطان مار الياس أو زنار مار أنطونيوس أو الرقوة أو الكتيبة أو الحجاب، ما كله بيشبهوا بعضه آخر شيء. بالعقلية لك وأنا بقول شغلة، شو هو توب الكرمل؟ وليش مهم؟ إيه لما آدم خطي وقرر يعيش بلا الله، شو أول شغلة اختبرها؟ أنه عريان. ولما يسوع على الصليب قرر ياخذ خطيتنا كيف مات؟ عريان. ليش يسوع مات عريان؟
مثل آدم. قال يسوع مات عريان تيلبسنا توبة. ما منقول بالليتورجيا المارونية أخذت مالنا ووهبتنا مالك. شو أخذ يسوع منا؟ أخذ خطايانا، أخذ بعدنا عن الله، أخذ قساوة قلوبنا، أخذ أنانيتنا، تيلبسنا شو؟ توبة الأبناء. إنما رجع الابن الضال عند بيو، أول شغلة عملها شو عمل بيو؟ لبس توبة الأبناء، توبة السماء، توبة ولاد الله. أخوتي إذا هالتوب يلي أنا حاطه على رقبتي ما بده يذكرني كل لحظة وكل ثانية بتوب العماد، بتوب البنوة لله، بتوب الحياة الجديدة، بتوب يسوع المسيح، بكون ما له قيمة، بكون ما له قيمة. إذا أنا بدي خون مرتي ولابس ثوب الكرمل وبقول معلش خونها هيك العذراء بتطلعني على السما عندها خط عسكري، بصير ثوب الكرمل كارثة. إذا أنا وعم بسرق وبزقزقني ثوب الكرمل وبي، يعني مرات بيكون صوف هيك بداية مثل قومة العذراء، وبقول معلش هيك لابس ثوب الكرمل هيك بدي اروح اسرق، ما العذراء بعدين بتطلعني على السما يوم السبت. بيصير بدل ما يصير ثوب الكرمل ثوب بيساعدني بمشوار قداستي، بيصير ثوب شيطاني بشجعني على الخطية. والعذراء مش ممكن تشجعنا على الخطية، لأن البابا مقابل هودي بيقول إنه العذراء هي إنسان في الكنيسة. طيب المجمع الفاتيكان الثاني الشيء الجديد يلي عمله إنه ما قبل يحكي عن مريم العذراء إلا بقلب الكنيسة بالوثيقة المجمعية اللي بتحكي عن الكنيسة، لأنه مريم العذراء بريئة من الخطيئة في تكوينها، مريم العذراء مزينة بكل الفضائل، مريم العذراء عندها دور بالكنيسة من أعلى دور إذا بدكم، هي اللي ولدت يسوع بالجسد، هي اللي عطتنا يسوع بالتاريخ، هي اللي ربت ابن الله، كلياتهم رائعين. ولكن مريم العذراء ولا مرة طلعت برات الكنيسة. مريم العذراء من أعلى من الكنيسة، هي العضو الأبرز، هي العضو الأكبر، هي العضو الأحلى، ولكنها في الكنيسة ودورها دور أم إن تولد أولاد الكنيسة من جديد، تعرفهم على ابن يسوع المسيح. مريم من إنسان فوق البشر ما فيني اتشبه فيها، أكيد ما فيني اتشبه فيها عيش بالناصرة، أكيد أنا مني مثل بريء من الخطيئة الأصلية، بس هودي كلياتهم مثل ما أنا ما فيني يكون مثل جون بول دو، أنا عشت في لبنان مش في بولونيا، مثل ما أنا ما فيني يكون مثل البابا فرانسيس. لكن كل واحد منا بقلب الكنيسة الله بيعطيه النعم اللازمة لدوره، بس بالإيمان نحن كلنا مدعوين نعمل مشوار إيمان. بدنا صان، بدنا الإمرأة يلي فوق البشر، ولا بدنا صورة مريم أول مؤمنة. من هي مريم بالكنيسة؟ أول مؤمنة بالعهد الجديد، أول تلميذ ليسوع. البابا يوحنا بولس الثاني برسالة أم الفادي بيقول العذراء صارت مشوار الحج الإيماني، مش الطريق الإيمان، ولأنها هي أول مؤمنة بطلت يلي بتعمل لي عجائب بتشوف لي عجائب. مين صارت عذراء؟ التي ترافقني لابنها يسوع المسيح، هي التي تعطيني يسوع، هي اللي بتدلني عليه، هي بتشجعني امشي لإله،
هي يلي بتفهمني كيف استقبله مثل ما استقبلته هي بالناصرة. لكو يسوع لما اجوا قالوا له ان امك واخوتك خارج الدار يطلبونك، بيقول له من هي امي ومن هم اخوتي؟ بيقول له ان الذي يسمع كلام الله ويحفظه. لكو العذراء اللي بتعلمني كيف اسمع مثل كلمه الله واحفظها. شو يعني احفظها؟ تبو احفظها مش يعني دايما طبقها، احفظها يعني ما خليها تضيع مني، لأن هاي الكلمة إذا ما قدرت تطبقها اليوم بيجي نهار بتزهر فيك، بيجي نهار بتنمى فيي مثل حبة القمح. احفظها يعني ما خليها تضيع، مثل حبة القمح يلي ما خلي طيور السماء تجي تاخذها مني. عشان هيك نحن بنصلي المسح كل يوم، ليش؟ لأنه كل يوم العدد بترجع بتذكرنا بأسرار الخلاص. بتقلي ما تنسى انه خلق كرمالك، انه ولد بالمغاره كرمالك، انه تجسد كرمالك، ما تنسى انه مات على الصليب كرمالك، انه قام كرمالك. لكن العذراء يلي بتخليني اسمع الكلمه واحفظها. وبيقول يسوع من يسمع كلام الله ويحفظه هو اخي واختي وامي. ومار اغسطينوس بيستعمل هالجمله هيدي، بيقول كلنا مدعوين نكون امات يسوع. مدعوين نكون ام يسوع. قال لانه العذراء بالايمان قبل ما تحبل بيسوع جسديا برحمه حملته روحيا بقلبه. وهالاموم الروحيه نحن كلنا مدعوين انه نعيشها بحياتنا. شو يعني نكون امات يسوع روحيا؟ يعني نعطي يسوع للاخرين. يعني لما حدا بيخطي معك وبتسامحيه لانه علاقتك بيسوع قويه، بتعرفي شو عم تعطي لهالشخص هيدا؟ يسوع، عم تخلقي له يسوع من المغاره، هلا يمكن بكبه بس انت قدمتي له يسوع. انت بتعرفي لما بتسامحي جوزك اللي عم يخونك شو عم تعملي؟ عم تقدمي له يسوع. انت بتعرف لما بتكون بكذبة بتخلص حالك وبتقرر لا انك تقول الحقيقة وتعرف انه عندك بي بالسما رح يغفر لك حتى لو كنت غلطان، بتعرف شو عم تعمل بهاللحظة؟ انت عم بتقدم يسوع. لانه بدي اقول شغلي اخوتي، الناس ما بيتوبوا من حكي. يسوع ما كان كلمة حكي لما بيقول الكلمة صار جسدا، يعني الكلمة ما بقيت حكي. يسوع ما هو كلمة حكي، يسوع كلمة فعل. يسوع هو حدث حب، والعذراء هي يلي بأحشاء الكلمة صارت جسد. وانت مدعو اليوم تخلي بحياتك وبجسمك وبتصرفاتك يسوع يصير جسد. مظبوط ولا لا؟ يسوع يتجسد. تعال بيقولوا لي نيالك يا ابونا انت بتوعظ حلو. لك بوعظ حلو، في كثير ناس بيستفيدوا، في كثير ناس بيسبوني. بس لما بلاقي ام عم تتعب مع ابن معاق وما عم بتحطه بمؤسسة، كبه بمؤسسة، هيدي قدام الإنسان ما بيقدر يتذمر. قدام خي عن يسامح خيه، الإنسان ما بيقدر يرفض إلا ما يتأثر. بصورة ناس عم يذبحون داعش بيطلعوا فيهم للي عم يذبحون ويقولوا لهم نحن بنحبكم باسم يسوع، يسوع بحبكم، يسوع غفر لكم. هيدي هالصورة مش ممكن تنمحى من ذاكرة البشرية كلياتها. لأنه يسوع إذا ما تجسد بحياتنا وصرنا كلنا أمات يسوع، يسوع رح يموت من هالدنيا. يسوع ما بدل إذا في صلبين عتلالنا. بكرة أمبي صغيرة بتبقى على البر صليب.
ولا بدل يسوع اذا في كنايس واقفه، اكو اوروبا كلها كنايس فاضيه. يسوع امتين بدل حاضر بهالدنيا؟ اي متى جسده بيقوم انقذوا هذا الهيكل وانا ابنيه في ثلاثه ايام، وكان يعني هيكل جسده. اي متى جسد يسوع بدل حي؟ لما في ناس بيقبلوا الكلمه بيحفظوها وبيخلوها تتجسد بحياتهم، مثل مريم ومعمل. عم تسمعوني؟ مريم هي رفيقتنا على طريق القداس. مشان هيك اخر نقطه، العذراء منا يلي مهدايه غضب الله، لانه بدي اقول شغله اسمعوني مظبوط، غضب الله رحمه. وإذا غضب الله رحمة، يوم اللي بيغضب الله العذراء بتكون غضبانة، لأنه عواطفها من عواطفه، ومحبتها من محبته، ورحمتها من رحمته، وخلاصها من خلاصه. يوم اللي الله بيكون غضبان علي لأني أنا بالخطية عم بقتل حالي، العذراء ما فيها إلا ما تغضب علي وتقول لي توب، مثل ما هو يعني يقول لي توب كرمالي. إذا بي شايف إنه عم ياخذ مخدرات وعم يأذي حاله بالمخدرات وغضب عليه ليخلصه من المخدرات، الأم ما فيها تيجي تقول له معلي يا ماما معلش معلش بدك تبين كفي كفي، أنا هلا أبرأ وأنت ما بتعتلهم، يعني شو بتكون عم بتقول له؟ كفي مخدرات. إذا بيي غضبان علي لصالحي، أمي بتكون غضبان علي لصالحي، وبدها تساعدني أفهم غضب الله تأنا توب. اسمعوني، مش ممكن الله يكون عن يشد نزول والعذراء عم بتشد طلوع. مش ممكن الله يكون بده يدمر والعذراء بدها تعمر. يلي الله بده يدمره يلي هو الخطية يلي هو موتنا، العذراء بدها تدمره كمان. واللي الله بده يعمره العذراء بدها تعمره. اوعى مش نهار تفكروا العذراء فاتحه دكاني على حسابها او عندها خط عسكري على السما غير خط حب الله. وتذكروا شغله، لما الله بيغضب علي هو لانه بحبني. الله ولا مره بيغضب لانه هو مزعوج من هين متضايق. الله منو أنام أصلا، الله شو في شي بدايه؟ إذا سبيت الله بخف شي من الله؟ أو إذا سبحت الله بيزيد شي من الله؟ لك هلأ اليوم رح نقول في مقدمة بالطقس اللاتيني رائع، بتقول له يا رب إنك تطلب منا أن نسبحك ليس لأن تسبيحنا يزيدك شيئا، ولكنك تعلم أننا حين نسبحك نحن نغتني، نغتني منا لأن نكون مثل العذراء عم نفتح لك قلبنا تتعبي، عم نفتح لك قلبنا تتعبي. لك وبحب بتوب الكرمة، بعرف إذا عم بحكي صح، بحب إنه في من قدام صورة يسوع من ورا صورة العذراء. شايف؟ لأنه مين في حد قلبي لازم يكون؟ والعذراء شو بتعمل؟ اليلي واقفة وراي وبتقول لي روح لعنده. روح لعنده لأنه بيحب. روح لعنده لأنه إذا غضبان عليك هو كرمال. روح لعنده ما تخاف منه لأنه غضبه مش تيكسرك. غضبه تيداويه تيشفيه تيرفع تيأكسه. غضبه كرمالك مش كرمالك، وما تخاف من هالغضب. الله بيغضب لأنه بيحب، والله بيرحم لأنه بيحب،
والله عادل لانه بحب الفيديو يلي وصلكم هلا قال لي اب رمزي انت متهم انك لا تبشر الا برحمه الله. شو هالاتهام الحلو رائع. ولا تذكر عداله الله. بدكم شغله، البابا فرانسيس بيقول عداله الله ورحمته وحده. عداله الله هي انه بيعرف انه انا بلا الحب ما بسوى شيء، وانه حياتي بلا الله ما بتسوى شيء، هيدي العداله. وانه قلبي بلا هالعلاقه بقلبه ميت. بس هالعداله هيك بزيد الوقت رحمتي، رحمته، لانه يلي قال لي انك انت عم تصلبني قال لي انا قبلت موت كرمال. هيك قلب يسوع المجروح والمكلل بالشوك، بشو مجروح؟ بخطايانا، برفضنا، بكبريائنا، بأنانيتنا، بحقدنا. بس بذات الوقت قلب يسوع مجروح لأنه باب الرحمة وينبوع الرحمة اللامتناهي. لكن بدكم تعرفوا كيف عدل الله ورحمته واحد، اطلعوا بجرح قلب يسوع. جرح قلب يسوع هو عدالة، جرح قلب يسوع هو رحمة. جرح قلب يسوع عم بيقول لي انت عم تقتلني لما عم تقتل خيك، انت عم تجلدني لما عم تجلد خيك، انت عم بتشوهني سمعتي لما عم بتشوه سمعة خيك، انت عم بتخونني لما بتخون خيك. بس اعرف انه هالجرح يلي انت عم تفتحه هو باب رحمة لإلك تتلاقي طريق التوبة. مشان هيك مار أغسطينوس بيقول سعيدة الخطيئة التي عرفتني على مخلص هكذا كبير. وبتعرفوا مريم شو دورها بحياتي؟ مش تهدي العذراء شغلتها، هدي ايدي حتى لو كنت باوطى جوره من جور الخطيئه وتقول لي مشي ايدياني. مش حلو هالصوره، قلت التوبه الكبرى هي ورقه مشي ايدياني لانه ما لك خلاص الا فيه. والام الارضيه، اذا الام الارضيه ما بتكبر ولادها إلا لما بتحببهم ببيتهم. أمنا السماوية ما بتكبرنا بالإيمان وبتقدسنا بالإيمان إلا لما بتعرفنا وبتدلنا وبتحببنا ببينا السماوي يلي حبه لإلنا لا يوصف أبدا. آمين. حدا عنده شي سؤال؟ يلا. ايه هيدي بدك تشاز لحالك.